السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس؟ بخير ان شاء الله. هذا الفيديو لقاكم بخير وعلى خير، في احسن احوالكم. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. في هذا الفيديو غنشارك معكم جلابه اللي صراحه طلعت واعره بزاف، وبغيت يعني نشاركها معكم. ان شاء الله حتى نتوما تنال الاعجاب ديالكم. فكما كتشوفوا هي هذه الرشمه، بزاف من البنات سولوني عليها في الانستغرام اللي انا حطيتها، فغادي نلوحها لكم ان شاء الله في المنتدى. ان شاء الله طلع معكم، يعني حتى نتوما طلع لكم الجلابه اولا القفطان، يعني هذه راه تخدم جلابه ولا قفطان اللي بغيتو، كتجي واعره بزاف، يعني شي حاجه مودرن وما ضيعاش بزاف كما كنقولوا. فشكرا لمولاتها، كنقول لها بالصحه والراحه من هنا. ان شاء الله بالتعاوده، ان شاء الله باذن الله، فطلعت ليها واعره. فحتى نتوما شاركوني ارائكم، قولوا لي كيفاش جاتكم الجلابه، واش عجبتكم، يعني كيفاش جاتكم الرشمه. كما قلت لكم بالنسبه للبنات اللي ديجا حطوا لي، يعني حطوا لي في كومونتير في انستغرام، قالوا لي بغاو نشارك معاهم الرشمه، فغادي نشاركها معكم في المنتدى، اولا ندير شي فيديو هكا صغير نشرح لكم كيفاش حطوا الرشمه على الجلابه اولا القفطان. ومن هنا كنقول مولاتها بالصحه والراحه، نتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله، ومع السلامه.